من الثمانينات والتسعينات اللي هو المخدرات المعتادة يعني دايماً بتبدأ حشيش وبانجو وبعدين تختم بودرة أو أفيون مثلاً ده لسه هو ده القاعدة ولا ولا أنت بدأت معاك بطريقة تانية ولا إيه اللي حصل؟ هو أنا على المستوى الشخصي بدأت معايا الأول يعني أنا ممكن أقول أسماء المخدرات عادي يعني آه يعني آه بدأت معايا بحشيش عادي آه 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 أقول لك دايماً بتبدأ بحشيش آه وبانجو بتبدأ بحشيش بالتعلى. وللأسف هو وكأنه هو ثقافة إحنا بنتعامل إن الحشيش مش عجل. مخدر آه. أو إن الحشيش مش إدمان م. فبيبقى متداول بشكل والناس يعني إحنا بندعم ده كمجتمع م. أو كثقافة أو كأسر آه. أو بعض المجتمعات يعني في المجتمع آه بدأت حشيش وبعد كده اتطورت الدنيا شوية من الحشيش للبرشام م. خاصة نوع المخدر اللي هو الترمادول يعني تر... ده ترمادول ترمادول أو التامول أو الترماجاك يعني كان في حاجة زمان كان في زمان الفراولة وأبو صليبة ده 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 حاجة يعني أبو الفراولة والبركانول والكلام ده كله الصراصير آه إيه يا فندم؟ بيقولوا عليها الصراصير بيقولوا عليها الصراصير آه عارف أنا <applause> الفراولة دي آه حاجات جت بعد كده يعني هو كان الترمادول ده كان في الأساس وبعد كده جت بقى يعني مسميات أخرى كتير جدا الفراولة و فأنت ده كله بدأت معاك حشيش وبعدين بقت بدأت معايا حشيش برشام وبعد كده بقى الحشيش والبرشام آه <applause> بعد كده عليت بقى للبودرة لا انا ما وصلتش لحته البودرة. البودرة انا استكفيت بس بحته الحشيش والبرشام آه. ودول يعني فضلوا لمده تسع سنوات آه. 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 بضرب بقى يعني انا ايه اللي فوقك؟ آه... هو ده دا دايما النقطه اه هي بصراحه هي نقطه شائقه جدا آه زي ما خديجه بتقول هي حته القاع خد بالك يا مستر آه. شريف ان انت بتوصل لمرحله من التدهور والتدني النفسي والاجتماعي والجسماني والاسري آه، والمجتمعي واخد بال حضرتك طب توصل لمرحله آه يعني كلمه قاع دي هي ليها معنى فعلا في الكلمه مم. كلمه مش بتقال كده وخلاص انا كنت آه. فعلا نزلت فعلا في قاع البحر واخد بال حضرتك ما عادش عندك حاجه تخسرها مم. مش موجود حاجه تاني والمواد اللي انت بتضربها ما بقتش مقصره فيك بقيت عايز وكان عندك شراهه غير عاديه اللي انت يعني لو قدامك جبل من بقى الحشيش والشام استهلاك استهلاك المخدر بقى 24 ساعه في اليوم بأربع. ومش جايب معاك زي الاول ومش جايب معاك مش بيأثر معاك زي الاول بقت كل حياتك متمحوره ومعتمد عليه طيب انا عايز اقول يعني فضل. جمله في الحته دي واحنا بنستخدم يعني على طول المصطلح ده وبقيت تضرب من اجل اللي انت عايش وعايش من اجل الضرب حياتك ما بنضرب عارف. عشان يعني بتضرب عشان تعيش وعايش عشان تضرب انت بتصحى الصبح انا هضرب ايه امتى وفين هي دي اول حاجه ومنين وهتعمل حوار على مين النهارده عشان آه. انت خلاص القاع المادي شكرا